كلمة أحمد رجب، سنة 2050 سيصبح تعداد كوكب الأرض 9.5 مليار نسمة، وعلينا من الآن أن نفكر في تنظيم للهجرة إلى القاهرة التي لن يوجد بوضعها الحالي مكان لإنسان سنة 2050، بل أن الهجرة التي لا تتوقف يوميا من الأقاليم للقاهرة سوف تفرغ الأقاليم من كل عوامل تقدمها، مع امتداد القاهرة زحفا إلى بني سويف شمالا وبنها جنوبا، فماذا فعلنا؟ ولا حاجة. أحمد رجب.